ايش صاير؟ خربتوا علينا النومه. في ايه؟ في نور النور ده، نور نور. انا حاضر، انور انا النور. ماشي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يحرق ميتين ام الانسان على الصبح يا شيخ. طلعت حرب راجع. راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده يلا يا عزيزي جايب لك حلقه، وهي بالطبع ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يلا يا عزيزي هنخرب فيها الدنيا يعني. بس قبل ما نبدا الفيديو على خيره الله، عايزك لا تنسى ام اللايك الشارخ الفاح السايح النايح، ولو مش مشترك في ام القناه انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل. يلا نبدا الفيديو على خيره الله. وزيع يا ابن خالتي. عليها قفلة مطوى العريس. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك، يعني ربنا رزقك بعروسة جميلة كده يعني، بس هي مكسوفة حبتين. ان شاء الله بعد ليلة تدوخ لك كده وتاخده وتدو على بعض، يعني ايه هيبقى في دفء اسري، يعني الشبشب هيتنسل على دماغك طبعا. يلا عزيزي نديهم 100% واحلى ريسبكت والف مبروك للعروسين. يعني نكمل بقى ام الفيديو وزيع. في ما فيش اي احترام للاشقيه الكبار ولا ايه؟ يعني مش كده، مش كده يعني، ده حاجه يعني بسم الله ما شاء الله محتوى، حاجه يعني تشرف بجد يعني، وترفع راسك كده وتقول بص انا عندي محتوى زي ده، ده محتوى عالمي، نديله 100% واحلى ريسبكت. ونتمنى يعني من الفنانه ان هي يعني ايه تنزل فيديوهات اكتر واكتر عشان ننبسط منها يعني، ونبقى كلنا فخورين ومتشرفين بيها على الاخر. نكمل باقي الفيديو وزيع. اه في ايه؟ بالراحه بالراحه يعني، مش للدرجات دي يعني، الابداع الابداع حراق جدا في ام الفيديو ده يا عزيزي. وهنا الموضوع يعني جميل، بيشجع على ايه؟ ان انت تطلع قرنك وتمشي كده عادي على السوشيال ميديا، وبيع قرنك يا عواد واعمل زيهم كده، وخليك راجل منفتح على العالم يعني. حاجه تشرف بصحيح، محتوى جميل يحض على الرياضه، والرياضه اخلاق، وهي دي الاخلاق اللي عندنا. فنديهم 100% واحلى ريسبكت. نكمل بقى ام الفيديو وزيع. كلنا قلقانين فعلا فعلا، بقينا كلنا قلقانين، لان احنا بقينا بين يدين امينة في الابداع، لان انت كمصور لازم تطور كل يوم حتة التصوير عندك، وتنيم الزبون على بطنه وتطلع عطشته وتدخله بقى شوية دخان وتشغله اغنية عشنا وشوفنا زم اح اح على ده ابداع يعني. نديهم 100% لهذا المصور العالمي. وكمل باقي الفيديو زيع. يا حبيب قلبي انت، ايه في ايه؟ ايه الجمال والحلاوه اللي بقت في منشين المحتوى دي يا جدعان؟ يعني بقت حاجه في قمه الشطاره، الشطاره ايوه كانت هتهبط من لساني، بقت حاجه زي الفل يعني في مجتمعنا الجميل، ان احنا نشوف وجوه جميله مثل هذه، نشجع على ذلك نحن ونديها احلى 100% ريسبكت عليك. ونكمل بقى الفيديو وزيع. انا ماليش بدل تنوم بدل براحة البلد ومشتنا، ماليش اي شفرة، ده انا يا ابني طفرة، انا مختلف عن الباقي طبعا، يعني مختلف عن الباقي. هنا بقى اللي بقول لك عليه ايه يا عزيزي، لازم يكون وجهك ملائكي لكي يراك المشاهد. ليه؟ عشان خاطر هو كده كده شايف الدنيا مظلمة في وشه، لولا ان انت تطلع كده وتبقى حلو كده وتمسي عليه ويمسي عليك، فتحس بها الدنيا بتمشي يعني. نكمل بقى ام الفيديو، نديها 100% وعاش. نكمل زيع.
يا اختي بدل ما بتربطي الطرحة على راسك وتنكدي عليه، اربطيها على وسطك ورويه عليه. ايوه يا اتشا، اجبوه عليها اتشا برضه ولا اتشا؟ ايه خبرة السنين برضو يا جدعان لازم تطلع من الحريم لبعضيها لكي يعم الخير على المجتمع والناس تفهم اكتر. يعني نكمل باقي ام الفيديو، بس نديها 100% المعلومة الجميلة دي، واحلى ريسبكت عليك يا قلبي، كملي عاش. نكمل زيع. الهيجة على الخريطة كده كده، الهيجة على الخريطة ليه 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 هيجان هذا؟ ما ينفعش ما ينفعش، لان انتوا ممكن تقعوا من على السرير يعني. فانا ايه بوجه رسالة المنشية المحتوى بكل حب وود يعني واخلاص، لكي يعني ايه يفهموني احسن. يعني ايه تقعوا على الارض كده ممكن تتعوروا، ها بس برضو نديكوا احلى ريسبكت 100% عاش. نكمل زيع. ما مش بابل شقران، اتخضيت قلت ايه ده؟ مين هيجيني دلوقتي؟ اكيد لا لا مش للدرجة دي، اكيد لا لا مش للدرجة دي. ايه ايه انا خايف بس يعني الشباك مفتوح وحد يعني يخش يشوفك وانت يعني بتعملي فيديو. ايه الهم ده؟ ما تشيليش الهم يعني. حاجة جميلة خالص يعني. من هنا يا عزيزي نديها برضو 100% لانها يعني ضحكتها جميلة ومحتواها كله جميل. نديها احلى سبكت ومية في المية عاش. طبعا عايزين نوصل لنهاية ام الحلقة دي يعني، فعايزك لا تنسى ام اللايك الشرخ الفاح الساح النايح، ولو مش مشترك في ام القناة انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل. بس كل ده اللي عايزه منك. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.